اذهب الى العلاج الموجات الصدمية، هي بالانجليزي شوك ويف مش كده؟ بالظبط فن. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدايه فكره الموجات الصدميه في الطب بدات تحديدا سنه 1980 في مدينه ميونخ الالمانيه، لما بداوا يستخدموها كوسيله لتفتيت حصوات الكلى والحالب والجهاز البولي. الفكره بدات فعلا ونزلت اجهزه التفتيت وبدانا نستخدمها كوسيله علاج للحصوات، يعني الموجات الصدميه نوع من الطاقه كان في بدايه استخدامه الطبي كان يستخدم لتفتيت حصوات الجهاز البولي. بعد مرور 8 سنوات وبعد عمل العديد من الابحاث، لانهم اول ما نزلوها قالوا لنا هي تؤثر فقط على الانسجه الصلبه زي الفئه المتكلسه يعني زي الحصوات وما شابه، ولا تؤثر على الانسجه الرخوه. لكن ما عملنا ابحاث ومنها في الجامعه عندنا عملنا ابحاث لان لا بتؤثر على الانسجه الرخوه، بدليل ان بعض المرضى اللي كان عندهم حصوات لما كانوا بياخدوا موجات صدميه اكتر من مره كان بيحصل عندهم ارتفاع في ضغط الدم نتيجه لتليف اللي بيحصل في مكان دخول هذه الموجات للجسم. فبدات تكتر الابحاث ويدوروا على يعني ايه طبيعه هذه الموجات وتاثيرها على انسجه الجسم المختلفه. وظهر في سنة تحديدا بعدها بثمان سنوات 1988 مقالات بتقول ان الموجات الصدمية لما تستخدم بقوة متوسطة بتثير وبتحفز الخلايا في الجسم انها تزود المناعة، وبالتالي بدأت تستخدم في علاج بعض التهابات المفاصل ما يستخدمها دكاترة العظام. تطور الموضوع اكتر الى قالوا ان احنا لو استخدمناها بموجات اقل يعني درجة ضعيفة مش متوسطة، لا ده بتحفز خلايا الجسم لإنتاج شعيرات دموية جديدة. ومن هنا بدأت فكرة استخدامها في علاج ضعف الانتصاب. أول من استخدمها في علاج ضعف الانتصاب وأثار هذا الموضوع كان باحث إسرائيلي اسمه يوران فاردي. يوران فاردي قال إن الموجات الصدمية لما تستخدم بتركيز أو بقوة ضعيفة بتحفز الخلايا لإنتاج شعيرات دموية. وأجرى هذا البحث على 20 مريض فقط، 20 مريض فقط، ونشر وقال والله أنا نتائجي بتقول أنا عندي نسب نجاح 57.8%، يعني ما يقارب حوالي 60%، ودي نسبة مرضية وكويسة. وقال إن هو يعني ده يعتبر حاجة نوفل، حاجة جديدة وأمل، وتعتبر علاج حقيقي لهذا الموضوع. لكن ما يؤخذ على 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 هذه الوسيلة ما يلي. أولا هي خاصة فقط بالمرضى اللي عندهم ضعف في ضخ الدم. ضعف في ضخ الدم يعني بالعربي لو انا عندي مريض مثلا عنده مشكله في الاعصاب ادت الى ضعف جنسي لا تصلح له هذه الوسيله. كمان حتى اللي عنده ضعف في ضخ الدم لو كانت درجه الضخ دي فوق المتوسطه برضه لا تصلح له هذه الوسيله، لان هو قال انها تصلح فقط للمرضى اللي عندهم ضخ ضعيف او متوسط. فوق المتوسط والعالي ما ينفعوش هذه الوسيله. اللي عنده برضه حتى تسريب وريدي برضه ما تناسبوش هذه الوسيله، وبالتالي فهي مخصصه لفئه معينه من المرضى. ده بالنسبه لهذه الوسيله كوسيله علاج لعلاج الضعف الجنسي، يبقى اذا هي عشان بس كتير من المرضى بيجي يسالوني وتايهين يا ترى تنفعني دي ولا دي ولا دي، لا خلي بالكم هي تصلح لحاله فرديه فقط، المريض الذي يعاني من ضعف ضعيف الى متوسط في ضخ الدم للعضو الذكري. فقط لا غير. ده حسب ما كمان ما يؤخذ على 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 استخدام الموجات الصدميه انها ما زالت قيد التجربه، يعني لا يوجد في العالم كله غير مكان واحد في العالم وباحث واحد في العالم هو من نشر هذه الابحاث اللي هو يوران فاردي سنه 2010. ولما بداوا يسالوه قبل ما نستطرد في القصه، ده شكل الجهاز اللي بيستخدم في علاج الضعف الجنسي بالموجات الصدمية، وباين في الصورة ان بدأت الأوردة تحفز الأنسجة لعمل أوردة او شعيرات دموية جديدة، وبتسلط على مكانين في العضو الذكري، على العضو نفسه وعلى الجذر بتاعه او الروت، ودي فكرة استخدامها في علاج الضعف الجنسي. لكن فاردي لما استضافوه في احد المؤتمرات بعد سنتين من بدايه الوسيله وظهور هذه الوسيله كعلاج، قال احنا هنبدا ان احنا نعمم هذه الفكره، وبدا يعمل ابحاث على 60 مريض اخرين على اساس ان يشوف يا ترى هذه الوسيله تعتبر وسيله ناجحه ولا لا. لكن ما زال حتى الان لم ينشر نتيجه هؤلاء المرضى اللي اجرى عليهم البحث، وما زال الموضوع برضو بنقول ما زال قيد التجربه.
مش معنى كده ان احنا بنوقف اي حاجه جديده ما نمشيش وراها، لا، بس مش عايزين ننقاد ورا شيء حاجه لسه ما زال قيد تجربه، لان ظهر في حياتنا كتير في الطب الحاجات اللي بتبقى في بدايتها مبشره ونبدا احنا نستخدمها اول ناس، للاسف بنفاجئ بعد كده بكوارث ونندم على ان احنا استخدمناها قبل ما تثبت في العالم كله انها وسيله علاج ناجحه. عمل العديد من الابحاث وابحاث ناجحه صراحه، من ضمنها البحث اللي عمله على هذا الموضوع، فهو باحث فعلا يعني ناجح، يعني باحث محترف، لكن برضه لابد ان نضع في اعتبارنا ان كتير بتظهر حاجات قبل ان تجرب لابد ان احنا ندرس اثارها الجانبيه. ليه؟ لان الموجات الصدميه دي اللي بتستخدم اول ما طلعت قالوا ما بتاثرش على الانسجه، لا، اكتشفنا مؤخرا انها بتعمل تليف في الانسجه. فانا لو بعد فتره والمريض بدا ياخد هذه وسيله كعلاج وظهرت مشكله، انا هقدر ارجع اللي حصل ده ازاي؟ هي وسيله غير جراحيه، هي ثلاث اسابيع في جلستين اسبوعيا، يعني ست جلسات وخلاص، لكن انا ما اعرفش ما سيترتب على ذلك من مضاعفات انا ما اعرفهاش ولم تدرس. لابد الموضوع يدرس بشكل اكثر تانيا. وانا بوجه صراحه لزملائي الاطباء قبل المرضى، ارجوكم مش عايزين نكون حقل تجارب. يعني احنا هنجري ورا الجديد وهنكون اول ناس نطبقه، لكن مش هنكون اول ناس يتجرب علينا وتحصل مشاكل. يعني احنا للاسف الشديد هذا الجهاز رغم ان هو لسه ما زال تحت التجربه اكتر ناس شغالين عليه في مصر، سبحان الله، يعني فدي حاجه بتزعل. وده اللي مخلي المريض تايه. المريض بيجي يقول لي انت بتقول كذا وفلان بيقول كذا وانا مش عارف اعمل ايه. فالمرضى بيحطوا وجه مقارنه، وبالتالي انا جاي النهارده مخصوص عشان اوضح للمريض ما هي وسائل العلاج الناجحه لعلاج الضعف الجنسي. طب احنا عشان نقول ان يعني انه الشوك ويف ممكن يفيد المرض، ممتاز، عشان نقول انه ممكن يفيد المرض، لازم نمشي خطوات ايه في الفتره اللي جايه؟ احنا نفسنا بما ان خلاص موجود في مصر، بما ان المصريين عندهم اقبال في التعامل عليه، بما انه له فوائد وله، احنا بنشوف آلية الانتصاب كده، حضرتك هتقول لي هو هينفع هنا ومش هينفع هنا، ولازم يبقى في الوقت الحالي نبقى واخدين بالنا من كذا وكذا وكذا. ممتاز. يبقى آلية ان احنا نفعل هذا الكلام ان احنا يجرى هذا الموضوع في المراكز البحثية والجامعات. يعني انا باجي في جامعتي وبقول والله انا عايز اشوف هذا الجهاز يصلح ولا لا يصلح لعلاج الضعف الجنسي، بختار عينه من المرضى وبوضح لهم كل حاجه ان ده وسيله جديده و و الى اخره، والمريض متقبل وهكذا. لكن ما اجيش على عيان خاص دافع فلوس واقول له تعالى جرب عليك ما اعرفش ايه، وهو العيان ما بيتقالوش انا هجرب عليك، نحن عندنا وسيله ناجحه ونجاحها كذا ونجاحها كذا، ده غلط. ده الطريقه ان احنا ازاي نطبق التجربه.